السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبايبي عاملين ايه معاكم وفاء عزت من مطبخ فوفا وتوتا النهاردة هنعمل الحواوشي باللحمة المفرومة والموتزاريلا هنعمله بطريقة سهلة النهاردة يلا نسمي اللي ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة على طول انا جبت الكبة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اي حاجة عندك تطحني بيها ممكن تبشريها برضو بمبشرة جبت تلات بصلات كبار قوي يعني بصلات كبار كده حلوين عايزين تقللوا الكمية قللوا البصلتين خلاص وهفرمها فرم ناعم زي ما أنتوا شايفين كده في الكبة خلاص مش متاحة عندك الكبة ممكن تعمليها بالمبشرة زي ما انا قلت لك هنقعد بقى نفرم فيها كده فرم ناعم انا عايزة البصل ده يبقى مفروم ناعم جدا جربوا بقى الحواشي بالطريقة دي هتعجبكم جدا طريقة سهلة احنا كده قاعدين في الشتاء ده ومحتاجين حاجة سريعة نعملها كده واحنا قاعدين نعمل ايه رغيف حواشي ناكله كده يدفينا ايه في الشتاء ده خلاص وافضل كده افرم الايه البصل زي ما أنتوا شايفين كده ناعم بفضل افرم فيه ناعم 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 بص انا بقول لكم هفرمه تاني عشان انا عايزاه يبقى ناعم خالص هجيب بقى ايه نص كيلو لحمه مفرومه كده وبتكون فيها ايه حته دهنه صغيره يبقى فيها مثلا ايه عشرة جرام دهنه كده محطوطين فيها خلاص عشان ايه تمسكت اللحمه وافضل كده افرم برده فيها مع البصل زي ما أنتوا شايفين كده مش متاح عندنا الكبة بعد ما بنبشر البصل بنحط اللحمة وبندعك بإيدنا زي ما تكون بندعك عجينة خلاص لو مش متاح الكبة بفضل كده فرما زي ما انتم شايفين كده فرم مع البصل جامد لازم اللحمة تبقى مفرومة قوي مع البصل عشان خاطر ايه كله يتجانس مع بعض كله يخش في بعض اجيب التوابل بتاعتي معلقة كزبرة كبيرة معلقة بهارات لحمة كبيرة معلقة فلفل اسود كبيرة معلقة بهارات سبعة كبيرة ومعلقة ملح كبيرة او معلقتين حسب بقى الرغبه الملح ده بتاعك انت وهجيب معلقه سمنه بتاعتي التكايه دي حلوه قوي جربوها هتعجبكم اللي هي معلقه السمنه دي بتدي نكهه قوي للرغيف انا جربتها على فكره اول مره جربها معاكم وعجبتني قوي في طعم الحواوشي جربوها هتعجبكم قوي وحطيتها زي ما انتم شايفين كده وحطيت معلقه سكر صغيره ما تقلقوش من السكر ده تديكي نكهه نكهه حلوه كده بس مش هتبقى باينه قوي في الطعم خلاص يا حبايبي بتكسر الطعم وهنفضل نفرم بقى كله كده في الكبه زي ما انتم شايفين الشغل كله في الكبه وبفضل افرمه فرم ناعم زي ما انتم شايفين كده خلاص كده خلصت معايا هفضيها في طبق كده فاضي كل اللحمه اللي انا عملتها بالبصل بالتوابل زي ما انتم شايفين كده خلاص هجيب معايا بقى فلفل اخضر رومي حبتين كبار قطعتهم صغير بايدي وايه وقرنين فلفل اخضر حار ده حسب الرغبه بس هو بالحار جميل جدا وجبت طماطميتين كبار قطعتهم برضو صغيرين زي ما انتم شايفين كده البطاط الطماطم دي حسب الرغبة زي ما انتم شايفين كده بعض اقلب فيها جامد لحد ما كل المكونات دي تخش في بعضها وكده خلصتها بعد كده بجيب الرغيف بتاعي زي ما انتم شايفين كده الرغيف عيش عادي من الفرن من عايزين تجيبوا اللي هو الرغيف بيبقى نص سوا هاتوه بيبقى فيه بيبقى نص سوا بتطلبين بتاع الفرن وبفضل كده اخد من الحشوه بتاعتي العجينه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين كده في الرغيف وافضل احشي كده واضغط زي ما انتم شايفين كده سهل وسريع يعني مش محتاجه عمايل قوي سهل قوي قوي الحواوشي ده وهتاكلي احلى حواوشي في البيت هتعمليه ونكهته جميلة والتوابل اللي انا قلت لكم عليها ما متزودوش عن كده طعمه كان تحفة وجميل وبفضل احط كده التتبيلة كلها العجينة زي ما انتم شايفين كده اهو بوريها لكم وجبنا بقى الموتزاريلا بتاعتنا هنحطها كده بنغير بقى ايه الطعم بقى بدل ما احنا بنعمله ساده قلت اجربه بالموتزاريلا معاكم كده حطيت في الرغيف موتزاريلا كده زي ما انتم شايفين وبتسيحه بتبقى حلوه قوي وطعمها حلو برضو جبت الصاج بتاعي بقى اي صينيه اي صاج عندك بتدهنيه كده زيت زي ما انتم شايفين بدهنه زيت كويس جدا عشان ما يتزقش معايا يعني يا ريت تزودوا الزيت كمان عشان ما يتزقش. وايه ورصيت العيش بتاعي كله اللي انا عملته زي ما انتم شايفين كده واخدوا بالكم نص كيلو لحمه مفرومه عمل معايا آه تسعة ترغيفه او عشرة حاجه زي كده عشرة ترغيفه خلاص يعني عشرة ترغيفه مش مليانين قوي هتمليه هيبقوا سبعة ترغيفه وجبت ايه ميه زي ما انتم شايفين ليه الميه دي عشان انا الرغيف عندي لو حطيته كده من غير اي وهو مستوي كده ممكن في الفرن ينشف معايا بسرعه وكل لسه اللحمه ايه ما استوتش فجربوا موضوع الميه ده هي ايه بس ما تبقوش معلين النار قوي برضو وسوبوها كده على مهل كده هتلاقو استوى وبقى حلو وجميل قوي جربوه بس ما قطروش الميه قوي يا دوبك كده بس سقسقه بسيطه خلاص وبجيب برضو الزيت بتاعي وبفضل ايه اسقسق بيه كده ايه الحواوشي بتاع الرغيف بتاعي من فوق ومن تحت كده برضو عشان يديني الوش الدهب الجميل وبحطه في الفرن اهو على نار متوسطه شايفين الرف تحت خالص اهو انا مش حاطه حتى في النص وكده خلص معايا زي ما انتم شايفين كده وطالع زي العسل اهو الحواوشي بالموتزاريلا زي العسل وجميل والريحه جميله اتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم النهارده واستنوني في وصفات جديده مع السلامه